طيب لسه ما زلنا في الانتيتي فريم ورك، وبنتكلم على ازاي نعمل سيت اب للانتيتي فريم ورك انفايرمنت، ازاي نعمل سيت اب للانتيتي فريم ورك ايه انفايرمنت. ماشي، طبعا بنسطبها من خلال حاجه اسمها ان يو جيت، يعني افتح اي ابلكيشن عندنا في الفيجوال ستوديو عادي. طبعا خد بالك الطريقه بتنفع معاك في الديسكتوب ابلكيشن، في الويب ابلكيشن، في اي اس بي دوت نت، في الام بي سي، مش فارقه عشان ما حدش بس ايه، انا هنجرب مره مره ويب ومره ديسكتوب مش هتفرق معانا، لكن احنا دلوقتي بنتكلم في ازاي نعمل سيت اب ليها او انستولينج ليها. طبعا لازم يكون عندنا اس كيو سيرفر، وعندنا مين؟ وعندنا البرنامج معمول باي شيء، سواء كان مثلا زي الاي اس بي دوت نت ابلكيشن او ويندوز ابلكيشن، نفس الخطوات يعني انا اعملها ايه؟ نجرب ماشي اول مره ويندوز ابلكيشن وكده نغيرها مش مشكله. مثلا ايه؟ انستول اي اف خلاص، و هقول له اوكي. عندنا الفيجوال ستوديو متسطب، عندنا الداتابيز اس كيو سيرفر نازله، تنزل اصلا مع الفيجوال ستوديو كنت مسطب علم عليها صح، ومعانا كمان اللي عايزين بقى نسطب بقى الايه الانتيتي فريم ورك، هو ده موضوعنا. فتح اهو معانا الفيجوال ستوديو، انا جاي اعمل لها ويندوز ابلكيشن احمل تيست بس حاجه بتاعتنا، لكن انا عندي هنا السولوشن اكسبلورر، وادي البروجكت بتاعي اللي اسمه كذا كذا، بقف على اسم البروجكت كده كليك يمين واقول له انا عايز امانج الان يو جيت باكجز، ان يو جيت باكجز ممكن من تولز، واقول له ان يو جيت باكجز تقريبا ولا ايه؟ ايوه ان يو جيت باكج مانجر، وبرضه اقول له ايه باكج مانجر سيتنج او مانج ان يو جيت فور سوليوشن او باكج كونسول لو انا عايز اكتب اوامر مباشره. امشي استخدم اوامر مباشره، انا هستدعي على طول ان يو جيت، اعمل كليك يمين وقلت له ايه مانج ان يو جيت ايه باكجز، فيبدا يحمل لي، بعد كده يبدا يعمل لود للباكجز اللي انت عايز تدور. انا عايز اقول انا عايز ادور هنا، فانا هسيرش على طول مباشره واقول له انا عايز ادور على انتيتي فريم ورك. دوست انتر. وهنا عشان المعلم على انستولد، انا بتاعت انستولد لسه، انا ادور لسه على الايه؟ عليها يعني، مش هي طبعا مش مسطبه عندي، انا بنادي ايه؟ ببحث عنها. اتاكد ان انا عامل على براوس مش عامل انستولد، لان هي إيه لو كانت مسطبه خلاص. دوست على براوس ودوست انتر وهو بيسيرش على الانتيتي فريم ورك. ادي اهو جاب لي كده، ادي الانتيتي فريم ورك بتاعتنا ايه؟ انت الفريم ورك، وقفت عليها قال لي ان اللاست ستيبل فيرجن اللي هو 6.1 مش هتفرق معانا كتير خلاص. وادي الاي اف داتا مش عارف داتا بيز، وهو وار ام واي دي او الكلام احنا عرفناه ده كله معناه ايه. انا هدوس على ايه؟ على انستول عشان يبدا ينزلها لي على الجهاز. هيبدا ان هو يقول لك مش عارف ايه، ويقول لك انت متاكد ومش متاكد، قول له اوكي وانت مش عارف ايه اي اكسبت ماشي، انتاج شركه مايكروسوفت، وهيبدا ايه يكتب شويه اوامر بحيث يستدعي الانتيتي فريم ورك، ويبدا يعمل انستول الانتيتي فريم ورك 6.1.3. نسيبه بقى وقت وقت ما يسطبها بحسب سرعه الانترنت عندك. من كده نكون ايه؟ طلع لي في الاخر فينش، يبقى سكسسفول انستول ده اهو، يبقى سطبه لي بالكامل من الانتيتي فريم ورك. خلاص كده بقى عندنا الفيجوال ستوديو، عندنا الانتيتي فريم ورك. خلاص كده فاضل لنا ان احنا ايه؟ نزل الداتابيز بتاعتنا. نفس الطريقه طبعا موجوده في الديسكتوب ابلكيشن، في الويب ابلكيشن، عشان كده انا حابب ان انا اعمل مره ويندوز ومره ويب عشان الناس اللي بتسمع تبقى عارفه ان ده كله مستخدم في الاتجاهين يعني. من بروجكت اد نيو ايتم، واقول له ان انا عايز سيرفيس بيز سيرفيس بيز داتابيز عشان ينزل لي داتابيز معموله بال معموله بالطلب اس كيو سيرفر. طبعا برضو طبعا اشتغل على داتابيز مختلفه ممكن، لكن دلوقتي هننزل على داتابيز ايه شغاله بالاس كيو سيرفر، واسميها على سبيل المثال سكول دي بي، وقلت له اد، بدا يرمي لي الداتابيز اهي دوت ام دي اف، واللوج فايل بتاعها ال دي اف مايكروسوفت داتا فايل يعني،
ده بكليك على سكول دي بي هيفتح لي السيرفر اكسبلورر انا بتحكم فيه في انشاء الداتابيز بتاعتنا. على تيبلز كليك يمين واقول له اد نيو تيبل. طبعا المفروض ما بشرحش الداتابيز، احنا متفقين ان عندك خلفيه في السي شارب وعندك خلفيه عن الايه؟ عن الداتابيز قبل ما تبدا الانتيتي فريم ورك. فعلى السريع كده هعمل جدولين بس مش اكتر، وبعد كده مش هسجل بقيه الجداول عشان انت تعرف تعمل بقيه الجداول يعني. الجدول ده اسميه تيتشر. خلاص التيتشر اول حقل عندي اللي هو التيتشر اي دي، وده البرايمري كي بتاعنا، او ممكن اختار اشتغل من هنا يعني. خلاص وبعد كده طبعا الايه وعملوا انت مش مشكله. التيتشر نيم الشرنيم دوت هيبقى ان بار كاركتر على 50 حرف وليكن. لو نالز لا ما ينفعش يعمل نال، رخم قوي. ماشي بعد تيتشر نيم عايز التيتشر تايب. وده مثلا ايه ده ان تشار على مثلا على 10. ماشي عملت جدول التيتشر بالشكل ده. ابديت يا عمي يعني سمع في الداتابيز، ابديت يعني سمع في الداتابيز. طبعا ممكن تجنريت السكريبت يعني تطلع الكود اللي اتكتب عشان ينفذ الجدول دوت وسيف عندك، بس مش هتضيقنا ان اعمل ابديت الداتابيز. سمع في الداتابيز بتاعتنا ما كانش فيها جداول لسه. عايز اعمل جدول تاني، عندنا خلاص بقى عندنا في جدول دلوقتي اسمه تيتشر. عايز اعمل جدول تاني كليك يمين نيو تيبل مثلا جدول الكورسات، قلت له الكورس اي دي عامله انت مش مشكله على مفتاح رئيسي، والكورس نيم ودوت هنعمله مثلا ان برتشار على 50 وليكن، بس ممكن يعدي 50 150 او ان مارتشار ل 150. طبعا ما ينفعش اسم الكرسي يبقى مش متحدد، ممكن بقى نحط حاجات كتير بقى السعر ومش عارف ايه وكلام زي كده يعني. اللوكيشن او البرايس زي ما نحب خليه البرايس، ودوت نيوميريك. نيوميريك يعني رقمي، مثلا سبع خانات او ست خانات منهم خانتين 10، يعني اربع خانات صحيح وخانتين 10 مثلا. بقى هزود بس الايه التيتشر اي دي عشان اعمل علاقه ما بينهم ما بين الجدولين دول. فقلت الايه التيتشر اي دي هنا التيتشر اي دي، وده لازم يكون من نفس نوع ونفس حجم الايه المفتاح الرئيسي، وكان انت وهنا انت برضو. خلاص عايز اعمل دوت فورين كي، اقول فورين كي اهو كليك يمين واقول له عايز اد نيو فورين كي، قال لي اسمه ايه اهو. بس راح نكتب الكود وراح دماغي. تيبل والكولم سبيسيفيكيشن عشان نعمل العلاقه ديت، اقول له مقفول اصلا هو كتبها لي من تحت اهي، انا اسميه اف تيبل تو تيبل. ماشي نكتبها هنا في الكود اللي هو تيتشر والكورس، الفكره بتاع التيتشر والكورس. الحقل بتاع التيتشر مين هو؟ قلت له التيتشر اي دي ريفرنسز يشير الى جدول ايه؟ ده الحقل ده اللي هو التيتشر اي دي ده. طبعا بتكلم على الجدول اللي فيه اللي هو الكورس، يشير الى جدول. قلت له جدول التيتشر حقل ايه جوه التيتشر؟ برضه اسمه تيتشر ايه؟ تيتشر اي دي. طبعا الكلام ده يعني اساسي كده في الداتابيز ما فيهوش مشكله يعني. زي ما قلت مانيش بشرح الداتابيز ولا بشرح برمجه سي شارب، احنا بنشرح على الانت فريم ورك وما يتعلق بيها بس. فاضطرينا نعمل جدولين كده وما بينهم علاقه عشان برضه ايه؟ الدنيا تبقى واضحه. طب الداتابيز ممكن اقدر اعمل اكتر من اكتر من كده جداول وكلام زي كده، واعمل داتابيز كامله نستخدمها ان شاء الله في ان احنا ايه؟
البروجكت اللي احنا ممكن نعمل عليه، الامثله اللي احنا نتعلم فيها الانتيتي فريم ورك. كده سطبنا في داتابيز وفي ابلكيشن ونقدر نشتغل بالايه؟ بالاي لاين كيو.